أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. درجات الحرارة تواصل ارتفاعاتها وتتأثر المملكة تدريجيا بموجة حارة مبكرة لمثل هذا الوقت من العام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار: تكون الأجواء غالبا صافية، درجة حرارة مرتفعة 29 درجة مئوية، أما الموسى 28، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون بشكل عام جيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق 31 إلى 20، إربد 30 إلى 20، وجرش 31 إلى 21، أما عجلون 28 إلى 20 درجة مئوية، بالتالي هناك ارتفاعات واضحة لدرجات الحرارة نهارا وليلا. المنطقة الوسطى الزرقاء 32 إلى 21، عمان 29 إلى 30، البلقاء 29 إلى 22، عمان 29 إلى 20 درجة مئوية، مأدبة 30 إلى 20، والبحر الميت 35 إلى 26 درجة مئوية مع طقس حار بشكل عام. المنطقة الجنوبية الكرك 29 إلى 20، الطفيلة 28 إلى 20، الشوبك 26 إلى 18، معان 31 إلى 16، أما العقبة طقس حار بشكل لافت 36 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 34 إلى 20 درجة مئوية مع طقس صافي، أرويش 32 إلى 20، أما الصفاوي 33 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.